في أول جمعة رمضانية والثانية عشرة منذ بدء الحراك الشعبي في الجزائر، آلاف المتظاهرين جددوا عزمهم وخرجوا في مسيرة بساحة البريد المركزي بالعاصمة الجزائرية، رفضاً لاستمرار رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة في الحكم. حيث تأتي المظاهرة الرمضانية هذه بعد تأكيد السلطة على ضرورة التمسك بالمسار الدستوري وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وهو الأمر الذي يرفضه الشارع الجزائري. المتظاهرون طالبوا الجهات المسؤولة بعدالة نزيهة وحرة للمتورطين في قضايا الفساد خلال فترة حكم الرئيس السابق بوتفليقة، بعيداً عما وصفوها بالعدالة الانتقائية أو الانتقامية، في حين دفعت تلك المظاهرات عناصر الدرك الوطني التابع لوزارة الدفاع إلى إقامة نقاط تفتيش ومراقبة على الطرق السريعة المؤدية للعاصمة عبر جميع مداخلها. السلطات القضائية المدنية والعسكرية باشرت منذ أسابيع بتحقيقات في قضايا فساد، حيث مست تلك التحقيقات شخصيات بارزة منها السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق وقائد المخابرات السابقان الجنرال محمد مديان الشهير بتوفيق واللواء بشير طرقان ورئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، بالإضافة إلى وزراء ورجال أعمال، ليتم مؤخراً استدعاء المسؤولة في حزب العمال الجزائري لويزا حنون للإدلاء بشهادتها في قضايا المسؤولين السابقين ووضعها في الحبس المؤقت.